اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من الصعيد، صعيد مصري الجميل اللي بنفتخر بيه والريف المصري. انا لما بعمل اكلات من الزمن الجميل ولها التراث المصري واخد الشعار المصري في اي مكان ممكن نعملها، انا بيبقى قلبي مقبوض وابقى مرعوب وخايف. ليه يا عم المغازي؟ لان الاكلات دي طبعا بالطعم امهاتنا ربنا يديهم الصحه طبعا اللي عايشين واللي توفاهم الله، ربنا يرحمهم ويرحم موتانا. الاكله دي اللي هي زي السخينه او طاجن اللحمه بالتقليه، الحاجات دي على فكره مهما تمر من الايام والازمان لازم نرجع للزمن الجميل ويقول لك انا احب اكل الصعيد الجميل واكل الريف المصري. السخينه بتتميز بتتعمل بالبصل بتاعنا اللي هو خير ارضنا اللي بنصدره للعالم كله، سواء منه الاحمر او الابيض، ده الاثنين معايا عشان ما حدش يقول لك ممكن نعمل السخينه بالبصل الابيض او البصل الاحمر، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين لما اعملها بالبصل الاحمر مش هتاخد وقت كبير مني في التحمير، لان السخينه بتتعمل بالرقاق والبصل والمرق، يا اما مرق لحمه يا اما مرق بط وز فراخ، المرق اللي موجود عندك. معانا كمان طاجن لحمه بالتقليه، فين اللحمه يا شفيق؟ اه اللحمه هنا، اختصارا للوقت طبعا عشان وقتنا ده من ذهب على شاشه القناه الاولى، اللحم هنا بيتسلق اختصارا للوقت. وبضرب عصفورين بحجر، العصفور الاول باخد مرق اللحم ده اعمل منه السخينه، واللحم هنا بيستوي بكمل سواه في قلب التقليه اللي هي التخديعه اللي هي الدمعه، دي المسميات بتاعتها في الخليج. وسامحوني في الصعيد المصري والريف المصري اللي بيتابعوني دلوقتي، يا ريت يتواصلوا معايا ويتصلوا، اذا انا بخطا في حاجه راجعوني، لان انا وارد ان انا اخطا، لان قلت لحضراتكم مهما اجتهد ومهما اعمل من الاكلات الجميله من الزمن الجميل مش هوصل لطعم امهاتنا، لان طعم اكل الام لا يعلى عليه وله طعم تاني لانه بيلتمس الحنان والحب اتجاه اسرتكم. انا مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتيره، وانا مرعوب النهارده زي ما قلت لحضراتكم، لان انا جوه المطبخ المصري، مش اي مطبخ مصري، مطبخ الصعيد الجميل وصعيد مصر اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وخط سير الحلقه معانا هيبدا ازاي؟ في اكل، الاكله اللي انا هعملها دي للامانه عشان نعملها ونعملها على اصولها وناخد شعار الصعيد الجميل الحلو تسلم ايدك يا شيف، ودي شهاده نعتز بيها، محتاج لنا من الوقت ساعتين. احنا التايم بتاعنا 50 دقيقه، فالشيف المغازي بيعمل ايه؟ ووارد انك تعملي كده، ولكن ما انصحكيش تعملي كده، لو انت ما عندكيش مخرج وما عندكيش وقت وزي، اعمليها بطريقتك بقى، اقعدي ساعتين في المطبخ، مفيش مشكله عادي. هنبدا باول حاجه السخينه اللي هي عباره عن رقاق ناشف وبصل، ومعانا كمان المرق، يا اما مرق لحم يا اما مرق فلاخ يا اما مرق بط، الشوربه اللي موجوده عندك. ووارد احنا معانا النهارده شوربه اللحمه الجميله اللي احنا هنستخدمها في السخينه وهي بتستوي هنا معانا. حلو الكلام؟ عشان نبدا بس نشوف احنا شغالين ازاي، واحده واحده كده مع بعض. ولكن اللي بعمله ده ما اعتقدش ان اهل الصعيد بيعملوه، ان احنا نجيب كميه بصل ونحمرها في قلب الزيت كانها بصله كشري اختصارا للوقت، ولكن الاصول ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ حلوه، شفنا المقادير بتاعت السخينه، معانا نوعين من البصل. طيب نشوف المقادير، معانا نوعين من البصل، الابيض منه والاحمر، وده من خير ارضنا الجميل وبنصدره للدنيا كلها. حلو الكلام؟ هنبدا نحمر البصل الاحمر ده كده مع بعض. السخينه على الهواء، مقاديرها على الشاشه، عبارة عن بصل ورقاق وسمنة بلدي، وأهل الصعيد الجميل بيستخدم اللية الضاني، بتتخزن طبعا من العيد الكبير كده وتتقطع وتتشال وتتحمر بيها البصلة، سواء بنعمل دقية بامية أو بنعمل السخينة، وبنعملها مع بعض وملح وفلفل. البصلة بتتقطع بالشكل ده كده، ولكن أهل الصعيد الناس الطيبين يعني زي أم الله يرحمها كانوا يقطعوا البصلة على إيدهم كده، الناس الطيبة كده سبحان الله، عشان كده الاكل بياخد حنان وحب كتير قوي. شفتوا اهي البصله تتقطع كده بقى، تخيلي البصله تقعد تقطع في البصله كده ولغايه اخر حته في البصله تنزل تقطيعه واحده، ولا اجدح شيف في العالم يعرف يقطعها زي تقطيعه الام كده. خلي بالك دلوقتي في بلانشه وفي سكينه حاميه وفي مكان يقطع البصل والجو ده كله، واحنا مع التطوير ومع الايه التكنولوجيا وحداثه التكنولوجيا. حلو الكلام؟ بس عشان نعرف ايه الدنيا ماشيه ازاي. بصله ناخدها كده بالشكل ده كده،
ونسحبها كده اهي صغير. طبعا عشان اقعد جنب البصل ده احمره ويتكرمل لا هيحتاج من الوقت كتير قوي على فكره، مش اقل من ساعه زمن. البصلات تحمر، كل ما تحمر كل ما ان احنا نقلبها جامد وتاخد شيء شقه من الشوربه والجو لحضراتكم عارفينه ده كده. شويه البصل دول حلوين قوي. عندنا طاسه على النار، هنستخدم معلقه سمنه ومعايا الليه بصراحه، بس انا مش عايز استخدمها برضو لان دسمه شويه، فاذا عايزه تستخدميها مفيش مشكله. نحط السمنه دي كده هنا، ولما نقول السخينه او طاجن دقيقه لحمه بالتقليه يعني دسامه. احنا امبارح كنا بنعمل اكل رجيم او اكل دايت او اكل صحي عشان برضو ما حدش يؤخذ علينا، الاكل اللي احنا بنعمله بناكل اللي احنا نفسنا فيه ولكن بطريقه صحيه. خلاص النهارده الموضوع معانا دسم شويه، باخد حته ليا كده من دي كده عشان تاخد الطعم الحلو، بقطعها مكعبات صغيره. واحنا في الصعيد وفي الريف المصري وعندنا في البيت لما بنذبح بتجيب اللي هي بتاعه الخروف دي كده وتتشال ونقطعها ونخزنها. يا سلام دي مع دقيقة باميه ما اقولكيش بقى. شايفه حلو. هناخد اللي هي دي كده نحطها هنا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي اهو، وننزل عليها بالبصل. العب. ما استخدمتش بصل ابيض ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم انا بستخدم البصل الاحمر علشان يديني لون بسرعه. حلو؟ سامع الصوت ده كده؟ ده هيتكسر دلوقتي ونسقيه بالشوربه، نسقيه بالسخينه اللي هي عباره عن بصل اتحمر واتقرمش واتكرمل وخد مرق لحم او فراخ او بط او وز. حلو الكلام؟ احنا اخواننا في اهل الصعيد الجميل والصعيد المصري والريف المصري يتواصلوا معانا، ارجوكم انقذوني، راجعوا معايا الاكله اللي انا بترعب لما اعملها. قولوا لي ايه اللي ممكن يتعمل هنا صح او اللي انا بعمله غلط، مش هزعل منكم. حلو الكلام. بصلية بتتحمر بالشكل ده كده وابدا عايزها تاخد لون، اعمل ايه؟ هو ده الكلام. واحنا مع بعض كده السخينه اهيت نظافه، معايا شوربه لحم سخينة احنا بنسقيها شوربة كده وبنسيب البصلية تشرب الشوربة دي، ولما بتشرب الشوربة بتبدأ ان هي تنشف وتحمر وتديني لون. انا قلت لحضراتكم انا عشان اقعد على البصلة دي واخد اللون بتاعها وقت كبير قوي، فانا عملت ايه بصراحة ما اخبيش عليكم، يعني جبت بصل قطعته كاريهات وحطيت عليه معلقة دقيق وشوية بهارات حلوين كده من الملح والفلفل، و قالتهم في قلب الزيت الغزير اللي هو معانا ده كده. البصلايه اهي سمعنا الصوت ده كده اهو. السخينه او اللي احنا بنعملها دلوقتي قالت عليها الحاجه رحمه قريبه لاكله مشهوره جدا في السعوديه او في الخليج. تحيه كبيره لكل اهالي اخواننا في الخليج وخاصه الشعب السعودي. ليه؟ اسمها السليج، سوري اسمها المرجوج. ايه هو المرجوج يا عم الشيف؟ نفس الخبز ده معمول بالدقيق الاسمر وبيبقى معمول المرق بتاع اللحم وبتحط الخبز ده، انا عملتها في رمضان، اسمه المرجوج او طبعا بتتعمل او القرصان. المرجوج او القرصان دي من اشهر الاكلات في المطبخ السعودي بنفس الطريقه، بس الفرق بين ده وده الثانيه اللي هي من المطبخ السعودي بتاخد بهارات عربيه اللي هو الحبهان اللي انا بقول عليه. البهارات بتنقلنا من مطبخ لمطبخ اللي هو الحبهان اللي هو الهيل والقرنفل والدارسين والحاجات اللي احنا عارفينها كلها. شفتوا ازاي بقى انا قدرت ان انا اسمع راي حضراتكم ازاي؟ ان انا لازم اخترق المطابخ سواء المطبخ الصعيدي الجميل والريف المصري. اهو اهو شايفين ده الرقاق. يعني هي الفكره كلها ان انا عايز اشارك حضراتكم في المطبخ، يعني احنا الاثنين عايشين حكايه حلوه، حكايه الزمن الجميل مع اكله امي. اوعى تقولوا لي مفيش حد في الدنيا بيحن لاكل امه. اللي توفاها الله زي ما قلت يرحمهم الله، واللي عايشين ربنا بيديهم الصحه يقعد مع مراته يقول لها يا سلام كنت باكل اكله من ايدي من ايد امي الله يرحمها كانت كذا. والراجل فينا المصري والشرقي عموما ما بيعرفش يجامل، يعني بيكون قاعد بيقول باكله امي هي افضل اكله، لان الام المدام هنا او الزوجه يعني ما بتزعلش، لان الراجل بيقول امي، ولو انا ما فيهوش خير في امه ملوش خير في حد. لازم تبقى فاهمه كده، الراجل معاكي اللي عايشين تحت سقف واحد ملوش الخير في اهله
ما تحسش بالامان معاه. الكلام ده انا بقوله بصوت عالي جدا. اذا هو بيحن لاهله وله خير في اهله، اطمئن وحط في بطنك بطيخه صيفي قد كده. شايفين البصلايه شغال تحمير معاها اهو، عينيا. بس انا اقول لك على حاجه برضو، ويعني انت ممكن تعملي او ما تعمليش، هنحط معلقه سكر كده تديني كرمله بسرعه. شفت الجو ده كده؟ ومعلقه معجون طماطم. انا كده بلخبط يعني ولا قولوا لي؟ انا عارف زعلانين، انا عايز اسرع اهو. سيبوني بقى اعيش مع البصلايه دي ياخد لونها كده، عشان البصلايه دي اللي انا هسوي فيها اللحم الكندوز بتاعي اللي مستوي هنا، ومعايا البصلايه المتحمره هنا هعملها السخينه بشوربه وبرج اللحم. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لاهل الصعيد وصعيد مصر وريف مصر الجميل اللي بنفتخر بيه. فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف جنب البصلايه الحلوه عشان تاخد لون. شفت ازاي؟ بحط لها شويه شوربه من وقت للتاني اغذيها يعني. ومعايا حطيت معلقه معجون طماطم اللي هي صلصه الطماطم. وشوفونا هعمل ايه دلوقتي. يعني انا بشتغل بطريقتي، وزي ما قلت لحضراتكم راجعوني. واعتقد ان هي يعني هتبقى قريبه بقدر الامكان للاكلات او طعم اكلات امنا وامهاتنا من الصعيد الجميل والريف المصري الجميل. بقلب كده. تعالوا مع بعض. البصل على النار اهو، دي بتاع التخديعه بتاع اللحم بالشكل ده كده، ودي بتاعت السخينه عندي اهو. هسيبها على النار كده تستوي، هاخد طعم البصلايه اللي هو المرق ده كده اهو، اللي انا هشرب بيه الرقاق. شفت؟ عليها. حلو الكلام. تمام زي الفل. طبعا السخينه دي انصحك تحط عليها المرق وقت السفره، يعني ما تعملهاش وتقعد تسيبيها بقى، لا خلاص. لما كلنا نتجمع على طبليه واحده، طبليه بتاعت زمان دي، يا ريت ترجع تاني، يا ريت ترجع تاني، ونقعد جنبها كده مربعين ايدينا ومستنيين وماسكين المعالق في ايدينا لغايه الكبير لما يجي يقعد عليها. كبير يمد ايده في الطبق، احنا نمد ايدينا. الزمن ده لو رجع تاني صدقوني بجد هيتعدل حالنا. بس خلص الكلام، هم اربع كلمات: زمن الطبليه، ونكبر للكبير بتاعنا، وما نمدش ايدينا في الطبق الا لما الكبير يمد ايده بالمعلقه، هيتعدل حالنا. ليه بقى؟ هنعرف نشتغل ونعرف ايه اللي لينا وايه اللي علينا. ده مهم جدا. الرواق بالشكل ده كده. تعالوا بقى ناخد التقليه الحلوه دي كده يا عم الشيف اهو، ونشرب زي الحاجه ما قالت من شويه، الحاجه حبيبه اللي قالت. يا ويلي يا بتتكلم مصري، يكفي طعم البصل المصري فيها. الحاجه رحمه قالت كده، قالت ما تتشربش كتير. فيها لحمه، فيها ريحه اللحمه، فيها البرق بتاع اللحمه السخينه. حاجه حبيبه، الحاجه حبيبه. بس والله انت بقى كريمه وبتستاهل كرمك. لو حطيت عليها حتتين هبره كده من اللحمه تبقى زتي من المحبه. عندك فرخه مثلا مسلوقه وتاخد الشوربه بتاعتها تحمريها وتحطها على الوش، جودي يعني. طور. بس كفايه، مش هحط تاني عشان طعم الرقاق ما يضيعش. رؤيه فن ابداع النهارده من الصعيد الجميل وصعيد مصر وريف مصر اللي بنوجه له تحيه كبيره من شاشه القناه الاولى. منين يا ابو غازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.